عيطونا في التليفون قالوا لنا راه ماتوا كلهم، هادشي اللي قالوا لنا. قالك راه كانوا جاي هو غادي والكاميون ديال الرمله دخل فيه. شكون من عائلتك اللي تأذى؟ من لوست بنتي نسيبتي لوست هي اللي مأدية دابا، هي اللي مريضة بزاف. شنو وقع؟ شنو وقع في الحادثة؟ قصيدة حبيبتي رموكة قصيدة رموك مع الطوموبيل ديال الكابل ديال التوت كيخدموا في الفريز 60 واحد خلاك في الطوموبيل كلشي مشى بحال كلشي مات. بس بنت عمي وبنت عمي وبنات اختي ولد اختي مرت خويا وبناتها ثلاثة مشاو داو مرفين داروا كسيدة في الطريق ديال بالقصيري مولاي بوسلام شي فعدنا حنا في الدوار جوج ماتوا في البلاصة وبنات خالي جوج هما في الإنعاش ومرت خالي دابا راه فيها الموت كرا داو المريفيين 16 واحد دابا تيقول لك 16 واحد لا علم باقيين اللي داو في لاكوبتر سميتو قال لك جوج في الخاطر قال لك وحده جايبين دابا ميته هي 17 وشوف الاخرين الله اعلم شحال باقيين وباقيين راه باقيين اكثر هي اللي باقي هنايا راه باقي كلشي في الخاطر شوف لنا العشيه وشي موتوا ولا بقاو حيين.